اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي معايا فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، والجو هيكون حر على القاهره الكبرى والوجه البحري، ومائل للحراره على السواحل الشماليه، وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. في النهارده نشاط لرياح على اغلب الانحاء، وشبوره مائيه الصبح على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على حاله الطقس والتفاصيل اكتر مع دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا دكتور. بدايه عايزينك تطمنينا اكتر على حاله طقس اليوم، وهل هيكون في ارتفاعات في الايام اللي جايه ولا هتكون في استقرار في الاحوال الجويه؟ بالفعل احنا مستمرين اليوم في ارتفاع درجات الحراره. درجات الحراره اليوم هترتفع عن الامس بحوالي درجه. متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى 35 درجه مئويه، يعني اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين. في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، في كمان زياده في نسب الرطوبه، لو هو زياده طفيفه في نسب الرطوبه لكن في زياده في نسب الرطوبه، فاحساسنا بدرجات الحراره هيكون دايما اعلى من القيم اللي احنا دايما بنذكرها. اجواء حاره خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب سيناء، اجواء مائله للحراره على سواحلنا الشماليه، شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد، طبعا خلال فترة النهار. أما خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، طبعا هيكون في فرق بين فترة النهار وفترة الليل بيوصل لعشرة واثناشر درجة مئوية. أجواء لطيفة تماما خلال ساعات الليل على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد. بالاضافه كمان ان احنا ان شاء الله متوقع خلال فتره المساء، يعني مع بعد فتره الظهيره ودخول ساعات المغرب، يكون في نشاط للرياح على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء. ده بيخلينا نحس بالاجواء اللطيفه الربيعيه خلال فتره المساء. ايضا اليوم تكونت شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكنها شبوره مائيه خفيفه تلاشت فور سطوع اشعه الشمس وما اثرتش تماما على حركه المرور. متوقع غدا استمرار ارتفاع درجات الحراره، لكن كمان متوقع ذروه الارتفاعات تكون الحد والاثنين الجايين ان شاء الله، اللي فيها العظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 37 درجه مئويه، يعني اجواء شديده الحراره فتره النهار معتدله فترات الليل، ومتوقع استمرار ارتفاع درجات الحراره على مدار الاسبوع القادم كله باذن الله. مستمرين درجات الحراره بتكون اعلى من المعدلات بحوالي 3 درجات. طب ايه النصايح يا دكتور اللي حضرتك ممكن توجهيها للمواطنين في الايام دي، خصوصا ايام ذروه ارتفاع درجات الحراره؟ يمكن اهم النصايح مع ارتفاعات درجات الحراره وزياده فترات سطوع اشعه الشمس هو تجنب بقدر الامكان التعرض المباشر لاشعه الشمس خلال فتره الظهيره، خاصه من الساعه 12 الظهر للساعه 3 العصر، لان الوقت ده اللي بنسجل فيه اعلى درجه حراره على مدار اليوم. فانا لو مضطر ابقى موجود في الشارع في الوقت ده، يبقى دايما معايا غطاء للراس شمسيه او كاب. كلنا عارفين ان التعرض المباشر لاشعه الشمس بيزود احساسنا اكتر بارتفاع درجات الحراره. دايما يبقى موجودين في اماكن جيده التهويه، دايما يبقى في شبابيك مفتوحه او جيده التهويه، بمعنى ان احنا هنقلل احساسنا بنسب الرطوبه. الساده قائد المركبات والمسافرين على الطرق اثناء وجود الشبوره المائيه، دايما القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور، نتناول قدر كافي من السوائل والمرطبات، ودايما تبقى ثقافه ازازه المياه دايما تبقى في ايديا، طبعا تعويضا لارتفاع درجات الحراره. واخيرا احنا لسه فصل الربيع، لسه فصل الربيع ما انتهاش، معروف دايما بتقلباته الجويه الحاده والسريعه، فدايما المتابعه الجيده للنشرات الجويه بصفه يوميه. طب يا دكتور، بجانب الشبورة المائية، إيه الظواهر الجوية التانية اللي هتكون مصاحبة لارتفاع درجات الحرارة الأيام اللي جاية؟ يمكن هي أبرز الظواهر الجوية هي وجود الشبورة المائية إلى نشاط الرياح اللي هنحس بيه فترة المساء، ده طبعا مع ارتفاعات درجات الحرارة، لكن هي العنصر الأساسي والمهم خلال الفترة القادمة هو ارتفاعات درجات الحرارة. طب هل نشاط الرياح ده هيكون مصاحب ليه رمال مثيرة؟ لا، الحمد لله نشاط الرياح اللي احنا بنقول لسه هو اصلا على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معظم الكتل الهوائيه شماليه شرقيه مش هيكون معاها اتربه ولا رمال مثاره باذن الله.
ميرسي يا دكتور. مشاهدينا كانت معانا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحراره، والبدايه هتكون من القاهره. سجلت العظمى في القاهره 35 والصغرى بتسجل 21، الاسكندريه العظمى 29 والصغرى 19، مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 17، سيوه العظمى 36 والصغرى 18، بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21، دمياط العظمى 27 والصغرى بتسجل 18، الاسماعيليه العظمى 35 والصغرى 19، السويس العظمى 34 والصغرى بتسجل 20. هنروح للعريش العظمى فيها 28 والصغرى 18، طابق العظمى 35 والصغرى 19، سان كاترين العظمى 28 والصغرى بتسجل 12، شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26، الغردقه العظمى 36 والصغرى 26، الفيوم العظمى 35 والصغرى 21، بني سويف العظمى 35 والصغرى 20، المنيا العظمى 36 والصغرى بتسجل 20. هنروح لأسيوط العظمى فيها 36 والصغرى 21، سوهاج العظمى 37 والصغرى 22، قنا العظمى 38 والصغرى 22، الأقصر العظمى 39 والصغرى 23، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 40 والصغرى بتسجل 24، الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى 23، شلاتين العظمى 35 والصغرى 24، وأخيرا حلايب العظمى 31 والصغرى بتسجل 23. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وجو معنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك. شكرا لك.